السلام عليكم طلاب. وصلت للإندول اللي هو البنزو بيبايرول. أوكي، الإندول من يتكون؟ يتكون من ذرة بنزين وتكون من ذرة بايرول. إذا تشوفون هاي ذرة البنزين وهاي ذرة البايرول. أوكي، فالإندول رينج أكور وايدلي إن نيتشر أز ألكالويد، يعني يحدث أو توجد في الطبيعة بشكل واسع كألكالويد. ذا ألكالويد هاف ميديكنال فالو. أوكي، أتى قيمة دوائية. إن ذيس كومباوند البنزين رينج، أوكي، راح اسميها فيوز تندمج ويا البايرول رينج، تعطيني behaves as an aromatic heterocyclic compound، راح تعطيها خواص اروماتيه. Because of the aromatic stability of the benzene، بسبب الاستقراريه مالت استقراريه الاروماتيه مالت البنزين، اوكي، الموجوده بالاندول. The most important contributing structure of indole to its resonance hybrid is the enamine form. طبعا الاندول اللي اكثر من شكل للريزونانس، تمام، بس ده يقول لي اكثر واهم شكل راح ادرسه اللي هو الانامين فورم، تمام. فهذا ممكن يجي كام سي كيو، اذا قال مثلا يا هو اهم شكل للاندول او اكثر شكل مستقل للاندول فهو الانامين فورم، تمام. Because of the higher electron density in the heterocyclic indole undergo electrophilic substitution at C2. ده يقول بسبب الكثافة الإلكترونية العالية، أوكي، اللي دي يصير على الذرة اللي تحتوي على الهيترو، أوكي، اللي هي من هي البايرول، يعني بسبب الكثافة مال البايرول، لذلك تفاعلات الاستبدال الإلكتروفيليك سبستيتيوشن راح تحدث على موقع الثاني، أوكي. بالباحة بالكوينولين والأيزوكوينولين كانت الكثافة الإلكترونية تصير بذرة البنزين أكبر، فلذلك معظم التفاعلات السبستيتيوشن الكتروفيليك تصير على من؟ تصير على ذرة البنزين، بس هنا الكثافة مال البايرول أكثر من ذرة البنزين، فلذلك التفاعلات الاستبدال راح تصير على ذرة البايرول، أوكي. راح تحدث ذرة اثنين إن بايرول رينج. بس شنو؟ بسبب الـ region selectivity على الذرة الثالثة، يعني شنو أقصد هنا؟ بهالشكل اللي تشوفون هذا هو الإندول، تشوفون الهجوم وين يصير؟ إذا صار هجوم على موقع اثنين فحيعطي شكل واحد للريزونانس، أوكي. بس اذا هجم على موقع الثلاثة راح يعطي فد شكلين للريزونانس يخلي اكثر ستيبل. احنا المعروف انه كل ما شكل يعطي اكثر شكل للريزونانس، اوكي، كل ما تدور الالكترونات حول الذرات بشكل اكبر وبشكل تعطي اشكال اكثر فيكون اكثر استقرارا، اوكي. فلذلك الهجوم راح يفضل وراح يصير على موقع ثلاثة، بس هو يصير على موقع اثنين، بس الاكثر استقرارا هو موقع ثلاثة، تمام. Due to higher resonance stabilization, okay, of the intermediate form by, يعني تقول بسبب ال resonance العالي اللي صار على موقع ثلاثة يخلي الموقع ال C3 هو أكثر مكان مفضل للهجوم، تمام. However, indole easily undergo protonation to give indoleum cation. Okay, protonation اللي هي شنو؟ إنه أعطي إلكترونات المن لل مثل الهيدروجين، فحيصير protonation. هاي شرحته بالمحاضرة مع الإيبوكسايد. اوكي، وده يقول بسبب الخواص مال الباو for which the electrophilic substitution of indole cannot be carried out under the similar condition that used in benzer series. يعني ده يقول بسبب الخواص مال الاندول، اوكي، فهو راح يصير بيه تفاعلات مثل يصير بالبنزين، بس شنو؟ بظروف مختلفه، اوكي. هم راح تاخذ سلفونيشن وبعد شنو برومينيشن وهذين التفاعلات اللي تصير بالبنزين، بس شنو راح تصير بظروف مختلفة. ليش؟ لأن الاندول بحكم هو يختلف بالتركيب مال البنزين، تمام. وهاي من هنا لهنا، هاي كلها يحكي التفاعلات، اوكي، اللي هي هنا هذين وينهن تشوفوهن، هذين هي كلهن التفاعلات مال الاندول. هاخذهم واحد واحد. اول تفاعل ايش يقول؟ تمام، اول تفاعل اللي هو السلفونيت، حلو، وين يصير؟ السلفونيت يصير على موقع C3 باستخدام هذا الايجنت اللي هو منه البريدينيوم ان سولفونيت. تشوفون هذا هو التفاعل، اوكي، اللي يحكي عليه، هذا اللي هو الايجنت ماله، وهذا هو الناتج اللي عمليه السولفونيت، تمام. التفاعل الثاني اللي هو البرومينيتد ات سي 3، هندسه على سي 3، بس اغلب التفاعلات على سي 3 وذ برومين ان بريدين. ديقول حس عمليه برمنه، العفو، برتنه على موقع سي 3، اوكي، باستخدام البرومين ان بيريدين. باو علي البارتنا، اوكي،
بصدام شنو؟ بصدام البي ار 2 اوكي الموجود وين بالهال المركب، ويعطيني البارت نود حصيره موقع 3. اوكي التفاعل اللي بعده اللي هو منو اللي هو الاسيليتد وين حيصير على موقع 1 و3؟ شو يعطيني؟ يعطيني داي اسيتيل ديريفاتيف وذ اسيتيك انهايدريد ان اسيتيك اسيت، يعني ليش يصير راح يصير الاسيليتد اوكي حيصير على موقع 1 و3 يعطيني داي اسيتيل اوكي بوجود شنو؟ اسيتيك اسيت، وجود الاسيتيك اسيت. هذا هو التفاعل تشوفونه، هذا هو الايجنت مالتي اوكي، والناتج راح يعطيني سيليت وعلى الموقع 1 و3 تشوفون داي استل اوكي. التفاعل بعد اللي هو الميثيليتد اوكي مع موقع 3 ويا المثل اندول ان دي ام اف، هذا هم فد ايجنت معين، هذا هو تشوفونه هذا اوكي هم يصير على الموقع 3 الميثيليتد بوجود الدي ام اف اوكي. واغلب التفاعلات نفس الفكره ام نفس الشيء. اللي بعده اللي هو منه اللي هو الفورميليتد هم على الموقع 3 باستخدام هذا العامل المساعد، بعد شنو ويتبعها عمليه الالكالين هيدروليسيس، هذا اسم الرياكشن اسمه هذا الاسم مالته اوكي. هذا هو التفاعل مالي اوكي باعو. اول شيء راح يصير هاي العمليه راح يتبعها هيدروليسيس ويصير هاي العمليه اوكي. اللي بعده اخر رياكشن اللي هو الامينو ميثيليتد ليس على سي 3 بس انا هذا عمل مساعد والامين وهذا اسم العمليه اوكي اللي هي هاي تشوفوها هاي نفس الموقع 3. فاغلب التفاعلات السبستيتوشن حصير على موقع 3 اوكي. الفكره اني لازم احفظ الايجنت مالي واحفظ شنو اللي ينتج تمام، وما به يعني فهم، مجرد احفظ الايجنت واحفظ الناتج راح يطلع لي واحفظ مثل اسم الرياكشن تمام. اخر شيء اللي هو السينثيسيس اوف اندول اوكي اللي هو الفيسكر اندول سينثيسيس اوكي. هاي شلون تصير؟ اول شيء راح اجيب الفينيل هيدرازون اوكي. هالفينيل هيدرازون يحتوي على شنو؟ يحتوي على الفا ميثيلين جروب اوكي. هذا فد مركب يعني درخ ما بيفد فهم اوكي. هقرب اوكي هذا المركب شو راح يصير؟ اول شيء راح يصير التفاعل راح يصير على فد يعني اسيد يعني بظروف حامضيه اوكي. اول شيء راح يصير هاي الان هاي راح تعطي وحده الاواصر راح تعطيها لمن للاتش اوكي، لان قلنا اللي تصير بظروف حامضه اوكي يعني وسط حامضي، فراح تاخذ الاتش وحده الاواصر مالت الان تمام. من اخذت الاواصر مالت الان راح تفتقر الان الى اواصر، فيجي هاي الاتش راح تعطيه هنا اواصره تمام. حيصير عندي بهذا الشكل اوكي تشوفونه، هذا هو الشكل الناتج اوكي. بعدين ايش راح يصير؟ راح يصير عمليه راح شنو؟ راح اسد مني راح اسد الرينج باو هاي وينها اندرجو يعني يضمن شنو؟ عفوا باو اندرجو رين كلوزر، يعني ايش راح يصير؟ راح نسد الحلقه عن طريق التفاعل اسمه هذا وينه هو 3-3 سيجما تروفيك شيفت حلو، واخسر بيه امونيا تمام. هذا هو التفاعل اوكي باو. اول شيء راح نسوي هاي الاصره راح شبيها راح تجي هنا حتكون لي اصره بهالشكل هنا اوكي. من حتكون الاصره هنا هاي صارت عندي فد ذات الكربون صار بيها اكثر من 4 ربطات، فايش راح اسوي؟ وحده من الاواصر المزدوجه راح تجي هنا اوكي. من جت الاواصر من المزدوجه هنا نفس الفكره، هاي هم صارت بيه الان صار بيها اكثر من 3 ربطات فراح تجي هنا تمام. فراح تصير مثل الحلقه راح تنسد اوكي، راح تفتر الحلقه. وش راح يصير؟ راح يصير شيفت، الشيفت هنا راح يصير شيفت هنا، يعني هذا ايش بيه راح ينقطع اوكي. يعني باعوا بهالشكل بعد يشوفونه انه كفر صار شفت هنا اكو فراغ بسبب القطع الصار اوكي. هذا الشكل بعدين شو راح يسوي؟ هذا الاصل المزدوجه حلو لين الان يحب يكون عنده فد لون بير اوكي بهالشكل، فهاي الاصل المزدوجه شو راح تشبيها؟ راح تجي هنا على الان تمام، حتى يكون مركب مستقر اوكي. اوكي من صار اللون بير هنا بهالشكل ايش راح يصير؟ اكو راح تجي قلنا الوسط حامضي، راح تجي احدى الاواصر المزدوجه اللي هنا هم راح تعطي نفس الفكره، راح تعطي اتش نفس اللي صار باول خطوه. جت الان اعطت اتش هنا نفس الفكره، من راح تصير اواصر مزدوجه على
ان هم راح تعطي اتش، اوكي تعطي اتش، من صارت تعطي اتش الان راح تفتقر ل تفتقر لمن؟ راح تفتقر للاواصر، اوكي حيصير بها فيت اصرتين، فراح تجي هاي اللومبير راح تعطي اصره، اوكي من طلعتها اصره راح تكون اصره وياها بهالشكل تشوفون. بس شنو الان صارت اربع ارتباطات، ليش باعوا؟ هسه هاي واحده وهاي الثانيه وهاي الثالثه وهاي اربعه، اوكي هو تكافؤها ثلاثي، فشو راح اسوي؟ راح الان راح تاخذ الكترونات الاتش راح تاخذها، اوكي راح يصير على شكل لومبير، وبعد شو راح يصير؟ واللومبير مال الان الثانيه راح تاخذ الاتش من عندها، اوكي تشوفون الان شبيها اخذت الالكترونات مالت الاتش، اوكي والان الثانيه اخذت الاتش بهالشكل تشوفون. هنا نفس الفكره، هم صارت الان صار بي ان اتش 3 موجب، اوكي يعني شنو بقى صار كم ارتباطات؟ بي اربع ارتباطات، هاي واحد وهاي ثلاثه هاي اربع ارتباطات. فش راح اسوي؟ راح تغادر كامونيا، اوكي راح تطلع من المركب، تطلع برا المركب، واخر شيء ينتج عندي بهذا الشكل، تمام. فهي العمليه مال تخليق الاندول، اوكي هعيدها. اول شيء ايش عندي؟ عندي الفينيل هيدرازون، اوكي الفينيل هيدرازون ايش يحتوي؟ يحتوي على الالفا مثل جروب، اوكي الفا مثل الجروب العفو، اوكي. اول شيء ايش راح يصير؟ قلنا الان بي اصر مزدوجه، اوكي ان بي اصر مزدوجه راح تعطي اصر الاتش تاخذه وتطلع برا، اوكي هنا راح تفتقر الاتش لان راح تفتقر الالكترونات، فراح تجي واحده من الاتشات اللي فوق راح تجي تكون اصر مزدوجه هنا بهالشكل، اوكي راح يصير هيك بهالشكل، اوكي شو راح يصير؟ راح يصير عمليه يغلق للرينج مالتي، وراح يصير ايضا عمليه شفت، المن الشفت تحصل بين الان والان تقطع بهذا نتيجه هاي العمليه، اوكي نتيجه عمليه الغلق. فش راح يصير؟ عندي هاي الاصر المزدوجه راح تجي تعطي واحده من الاواصر وتكون اصره ويا ذره الكربون اللي هنا، تمام ذره الكربون اللي هنا صارت كم ارتباطات؟ واحد اثنين ثلاث اربعه، وهي تحتوي على اتش، اوكي صارت خمس ارتباطات. فش راح اسوي؟ راح تعطي اصر مزدوجه راح تجي هنا بالشكل، اوكي هنا وصلت عندي هنا هاي وحده اثنين، اوكي وحده هاي ثلاثه، هنا عندها اربع ارتباطات. فش راح اسوي؟ راح تعطي واحده من الاواصر مالتها اللي هي هاي، فتجي هنا اوكي وتنقطع الاصل ما بين الان والان. ايش راح يصير؟ نفس الفكره، الاتش هم باصره مزدوجه، اوكي هم راح تعطي اصر للاتش باعوا هنا الان باصره مزدوجه تعطي اصر للاتش وتطلع برا، حلو. وراح يصير اكو نقص بالان، فراح تجي اللومبير مالت الاتش مال الان العفو راح تعطي تكملها وسويها اصره بهالشكل. الان صار بها اربع ارتباطات وهو ما يصير، فش راح اسوي؟ راح تاخذ اصره مال الاتش وتطلع الاتش برا، والاتش طلعت راح تاخذها الان، تمام. الان من اخذتها صارت 3 اتش ومنعتها اصره هاي اربع ارتباطات، فشنو؟ راح تاخذ الاصل المرتبطه بذره الكربون وتطلع برا، اوكي من طلعت برا راح تكون عندي الاندول بهالشكل، ويحتوي ايضا على تفرعين، هاي تفرعين عن طريق فد عمليات ثانيه نصفيها وناخذ الاندول الصافي، بس هاي ما مطلوبه عندي، يعني نهايه التفاعل مالتي اللي هو هذا الشكل، تمام.